ما الفرق بين الحلم والرؤيا؟ الحلم الغالب أنه يكون من الشيطان، أما الرؤيا الغالب أنها تكون رؤيا صادقة، لأن الرؤيا أو الحلم على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح. النوع الأول ما كان من حديث النفس، إنسان مثلا يفكر في أشياء في اليقظة ويهتم بها فإذا نام عرضت له، هذا من حديث النفس وهو أضغاث الأحلام على أخلاق لا قيمة لهذا الشيء. والنوع الثاني من الشيطان من أجل أن يؤذي ابن آدم وهو نائم، يعني يأتيه بأحلام مزعجة من أجل أن يؤذيه وينقص عليه نومه، خصوصا إذا نام المسلم ولم يقرأ آية الكرسي ولم يقرأ الدعاء الوارد عند النوم، فإنه يتعرض له الشيطان ويؤذيه ويضايقه. أما النوع الثالث فهو الذي الرؤية الصحيحة التي تجري على يد ملك الرؤيا، ملك من الملائكة يأتي بها إلى هذه الرؤيا العجيبة وهي التي من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه هي الرؤية الصحيحة التي تكون على يد الملك، أما ما يكون على يد الشيطان فهذا من تسلط الشيطان ولا أثر له على ابن آدم إلا أنه مؤذي. وأما ذات الأحلام وحديث النفس فهذا ليس له أصل، ليس له تأثير وليس له أهمية. وعلى كل حال مطلوب من المسلم عند النوم أن يأتي بالأذكار المشروعة ولا سيما قراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا حسن حصين للمسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.